السلام عليكم، معكم سهل في ام جي تي مع غران توريزم. الا كنت قديم معنا كنشكرك دائما وابدا. الا كنت جديد مرحبا بك في لاشين، ما تنساوش دائما ديروا صابوني وفعل الجرس باش توصلك ديما الجديد. الطوموبيل اللي معنا اليوم سيات اتيكا. سيات اتيكا هي واحد الطوموبيل مهمه بزاف في الدار الاسبانيه، يعني في لا ميزون سيات. بغيت تعرفوا علاش، خليكم معنا حتى الاخر ديال الفيديو. اذا علاش اتيكا هي اهم طوموبيل عند لا ميزون الاسبانيه ديال سيات؟ لانها هي اول اس يو في غتصنعوا لنا سيات. يعني جميع الطوموبيلات اللي ما كانوش كيصنعوا لي اس يو في من قبل، ملي بدات هذيك الحمله ديال لي اس يو في كتنتشر بزاف، ولا كلشي كيخرج لي اس يو في. والمحاوله الاولى ديال لا ميزون اسبانيه سيات اللي هي الاتيكا، كانت تقريبا في 2016 خرجت سيات. في المغرب بدات في 2016 و2017، ودار لها الفيس ليفت اللي معنا اليوم في 2020، اللي دخل المغرب في 2021. من قبل كانت تخرج لنا سيات واحد الطوموبيلات عاديين، بيرلين كومباكت، ولا طوموبيلات اللي هما عائليين ولكن ماشي اس يو في، بحال رونو سينيك. عارف الناس رونو سينيك ولا كلاس بي، كانت سميتها التيا، سيات التيا. والفيرسيون كروس اوفر اللي عاديه زعما اللي هي التيا فري تراك، كانت واحد الفيرسيون فيها 100 شيف. من بعد هذه ديريكتومون تخيل معايا من دوك الطوموبيلات اللي بحال هكاك دايرين كتخرج لنا اتيكا. اتيكا زعما كانت واحد النجاح صراحه كبير بالنسبه للسيات، وباعوا فيها مزيان. وديك الساعه جا الفيس ليفت. كان محاوله اولى كما قلنا، الطوموبيل ناجحه الى حد كبير، يعني ماشي 100% ولكن الى حد كبير. علاش؟ تبعت مزيان، الناس بغاوها، كانت كتلبي بزاف الحاجات. انا من كنت من العشاق ديالها، كان طوموبيل 2 لتر، يعني كتبقى الكونسوماسيون ديالها والمصاريف ديالها السنويه ديال الضريبه وداك الشيء مقدور عليها. ومن طون واحد لي اس يو في المون فيها لاباطا فيتاس دي اتش زي دي اس جي سي رابور، فيها بزاف المواصفات اللي زوينين. ولكن علاش قلنا الى حد كبير ما قلناش ناجحه 100%؟ لانها كانت تقريبا نقول واحد الفيرسيون ميسكلي ديال سيات ليون اللي كانت ديك الساعه. يعني سيات ليون شدينا درنا شويه العضلات، عليناها وكبرنا شويه لي ديمونسيون، وخرجنا سيات اتيكا. كيف ما كتشوفوا هنايا بلوش بور سي لا ميم، نفسها ديال سيات ليون. عندك هنا الفتحه ديال التهويه، كتشوف هنا كيبان لك سيات ليون قديمه، غير هي في واحد الكونتكست مرتفع اكثر، كونتكست ديال الاس يو في. ندوش شويه على المواصفات الضروري للطوموبيل اللي هما نقولوا الموتور والميكانيك ديال الطوموبيل. الطوموبيل فيها واحد الموتور 2 لتر تي دي اي ديال جروب فولكس فاجن، غني على التعريف. واكثر من هادشي سيات اتيكا اللي كاينه معنا في المغرب حاليا باقا كتخرج ب 2 لتر 143 شوفو قديم. كنقول فيها وكنضحك انا فرحان، ياك الطوموبيل ماشي ديال الاشهار، ماشي ديال شي حاجه، ولكن الراي ديالي الشخصي كنعبر عليه. انا كنفضل داك الموتور على الموتور اللي فيه لا دبليو، يعني فهمتي بكل صراحة. كاين اللي غيقول لك حقا باغي يخرج الموتور قديم، متفق معاك، الموتور قديم ما خصوش يبقى، ولا على الأقل يكون ثمن الطوموبيل ناقص. وهذاك الشيء اللي كاين حاليا دابا في لا ميزون، صراحة ملي خرجت المرة الأولى كانت دايرة ابتداء من 32 مليون فيغسيون ستايل اللي هي خاوية، حتى ل 40 مليون تقريبا اف ار. دابا كاين لي بروموسيون في لا ميزون، الستايل واقيلا ما بقاش واخا الستايل، ممكن الستايل كتبدا ب 29 وشي حاجة، يعني ثمن صراحة جد مناسب في الكونتكست اللي ديال كاع لي تيزيو في طلعوا بالثمن. ولا التوكسون كتبدا ابتداء من 33 مليون خاوية. سيات اتيكا طوموبيل المانيه، هي لا ميزون سيات اسبانيه، ولكن طوموبيل كاليتي المانيه، كتجي تقريبا 29 مليون صراحه شيء مزيان. موتور علاش ما كيعجبنيش في لا دبلو؟ هذا غادي يهنيك من المصاريف ديال لا دبلو وداك الشيء ديالها، وموتور مضمون فيها 100%. الحاجه الثانيه اللي ملاصقه مع الموتور وتا هي مهمه بزاف في لا ميكانيك ديال الطوموبيل اللي هي لا بوطا فيتيس. لا بوطا فيتيس كتجي مع الاسف حتى هي لونسيان جينيراسيون، يعني الدي اس جي 6 ست لي رابور جديده، فيها 7 لي رابور، مريحه اكثر واقتصاديه اكثر. الطوموبيل واحد الحاجه اخرى اللي فيها مزيانه هي ميكانيكمون، ولكن ما كايناش في الطوموبيلات اللي خاوين في الصومبسيون، يعني ستيل هي ستارت اند ستوب، ما كتجيش فيها ستارت اند ستوب. صراحه هذه كتنقص شويه لا كونسوماسيون، وكتنقص الصداع ملي كتوقف شي فيروج شي حاجه الطوموبيل ديزل، كيبقى فيها ديما ديك الاهتزازات. ملي كتكون ستارت اند ستوب كتهنيك. بالنسبه للسسبونسيون ديالها راه دائما كتبقى ديال لي اس يو في. النظام الصوتي حتى هو مزيان، كيجيب 8 ديال السماعات باغ ديفو. النظام الصوتي كامل ديال جروب فولكس فاجن، النظام الصوتي كيبقى مزيان بزاف. بالاضافه الى هادشي خديتي 2100 اف ار، كتستمتع بالنظام الصوتي ديال البيتس اللي كيجي بصراحه فيه واحد لوبسيون زايده اللي هي لوبسيون ديال ايميرسيف، باش كيعطيك واحد الصوت يعني ضابك من جميع النواحي ديال الطوموبيل، بحال نقولوا 3 دي، وكيجي فيه الصابوف في لومبليفيكاتور. دونك من بعد ما تاكدنا من المواصفات ميكانيك ديال الطوموبيل وتكنيك واحد شويه، نتعمقوا اكثر في لي زوبسيون ديال الطوموبيل. الطوموبيل كتجي دو باز، يعني من البروميير فينيسيون اللي هي ستايل، عندك الفول ليد القدام، عندك الدور ليد اللور، عندك بزاف المواصفات اللي مزيانين. من فوق هادشي ملي كتاخذ الاوربان بلس اللي هي الدوزيام شوا هي اللي معنا اليوم، كيجي عندك توا بانوراميك اوفرون، كيجي عندك الديتيكتور دو بلوي، كيجي عندك لي فو اوتو، عندك ديتيكتور فاتيك وداكشي كامل. من فوق هادشي ملي كتمشي اكسبيريونس كنظن مابقاش حاليا في لا ميزون،
كاين اكسبيريانس ديفينيسيون تاعي عامره بزاف، غير ديزاين كيبقى كلاس على الديزاين ديال الاف ار. اف ار كتولي شويه سبور، دونك اكسبيريانس والاف ار كتمشي على واحد لا كاتيجوري ديال الطوموبيل، كتكون طوموبيل فول اوبشن. ندوي على الفينيسيون مويان اللي معنا اليوم اللي هي الاوربان بلس، الثمن ديالها تقريبا حاليا في لا ميزون شي 32 مليون وشي حاجه، في ظل هاد الاثمنه اللي كنعرفوا دابا حاليا في كاع لي ميزون اليوم تقريبا كلهم زادوا كلهم زادوا. كنتمتعوا عندك هنايا ديجيتال كوكبيت، ها هو قدامك كيجي فيه بليزيوغ مود ديال الفيو. هنايا مثلا مود دافيشاج عندك بزاف لي مود، عندك هاد الفيو الشهيره ديال سيات اللي كتعجبني حتى هي، كتجي مربعه وكيجي لي كادرون هكا معكوسين. كيجي عندك ليكرون 8.25 بوص ولا 9 بوص 9.2 بالضبط اولا 10 بوص اون اوبسيون، يعني 10 بوص كاضافه. لي زيكرون كاملين تقريبا فيهم نفس المواصفات، كاملين فيهم نفس لي زوبسيون، خلاف قليل بحال مثلا في ليكرون ديال فول اوبشن كيجي عندك هنا واحد فونكسيون باش تحكم حتى في الفيوز من هنايا كتبدلهم 3 مود دافيشاج. في ليكرون اللي ديال الخاويه ما كيجيش فيها لا كليم، كتجي فيهم كاملين ديجيتال اوتوماتيك بيزون، فيما كتجي عندك بوطا فيتيس اوتوماتيك، كيجيو عندك لي بايت حتى همايا ها همايا. كما قلت لكم طوموبيل 143 شيفو 150 شيفو بحال ما كاينش فرق، نفس المتعه تقريبا نفس لا بويسونس، نردوها مود عادي. الفرق كيبقى ان الاخر فيه لاك بلو، داكشي علاش انا كنفضل هذا. اتاك كيف قلنا كانت هي اول اكسبيريونس يعني في الوقت الحالي باش يطلعوا سيات النيفو ديالهم ولا يطلعوا شويه الفئه ولا لا كاتيجوري اللي داكشي كيتصاوبوا. دونك كان واحد المزيج ما بين المواد المستعمله بحال مزيانه، بحال عندنا بلاستيك موسي يعني بلاستيك رطب كاين هنا كيحتف البيبان، نورمالمون كان ديما البيبان ديالو يكونوا قاصحين والبلاستيك الضعيف كيكون تحت. اذا بعد ما شفنا هادشي كله نسولكم واحد السؤال، واش دخلوا نتوما سيات اتيكا في القائمه ديال الطوموبيلات لي شوا اللي تختار ملي تبغي تشري طوموبيل، خصوصا ملي كتكون بهذا البيدجي؟ يعني كندوي ناس مثلا اللي عنده بيدجي من 28 مليون حتى ل 38 مليون مثلا، واش ديما كتدخلوا سيات في القائمه ديال الاختيار ديالكم؟ صراحه انا شخصيا ملي مات الاول ملي خرج اتيكا ما كانش بزاف كندخلها في القائمه ديال الاختيارات، ولكن حاليا مع هاد الاثمنه اللي ولاو ولات اي واحد كنقدر نناقش مع الاحتمال ديال اتيكا، لان الطوموبيل اس يو في اس يو في كومباكت موتور 2 لتر اللي كيعجبني وفيها بزاف 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 المعايير الاخرى اللي كتخليها دائما تدخل تنافس في جميع الكاتيجوري. واخا تكون ما باغيش الاس يو في ندخلوا اتيكا، علاش؟ الثمن ديالها رخيص بحال الطوموبيلات الكومباكت. واخا تكون باغي الاس يو في الكبير ندخلوا اتيكا، علاش؟ واخا ماشي كبيره بزاف فيها موتور 2 لتر وفيها دي زوبسيون ديال الطوموبيلات الكبار. المهم هذا رايي الشخصي ديالي، وقولنا حتى نتوما في لي كومونتير واش كتدخلوا اتيكا في قائمه الاختيارات ديالكم. اذا بعد ما شفنا الطوموبيل من الكوتي ميكانيك من الكوتي تكنيك من لي زوبسيون، نوقفوا نشوفوا بلاصه زوينه نشوفوا الشكل الخارجي من برا كيفاش دايره، ونشوفوا المساحه الداخليه ديالها باش نشوفوا اخر حاجه اللي هي الثمن واش الطوموبيل كتستاهل ولا لا. سيات اتيكا هي واحد الكومباكت ميسكل، يعني واحد الطوموبيل كومباكت وداروا لها عضلات باش تولي على شكل اس يو في. عندنا الاضاءه كتجي فول ليد في جميع لي فينيسيون، يعني ستيل اوربان بلس وحتى الاف ار. عندك هنا لونتي بغويار كيجيب لي في ديريكسيونيل ولا الكورنيرين. الكالوندر الشهيره ديال سيات ولا الهويه الجديده ديال سيات بدات اول مره في هذا الطوموبيل اللي هي سيات اتيكا بالفيس ليفت. كيجي عندك هنا الشكل سداسي اكزاغونال ولكن واحد شويه مبدل، وعندك هنا الشكل ديال المثلثات ولا ديال خليه نحله. من جنب الطوموبيل كتجي دايره كامله بالبلاستيك الغير القابل للخدش، لانها اي سي في باش تدخل بها في الغابه وداكشي، كتحافظ على الطوموبيل. لي جونت كيجيو من 17 بوص بحال اللي معنا اليوم، كيجيو بدو ديزاين اوربان بلس كيجي فيها واحد ديزاين شويه احسن من ستايل، حتى ل 19 بوص في الاف ار. عندك الكيلس انتري والكيلس جو بطبيعه الحال، لي بار دو توا كيجيو اون المينيوم، توا بانوراميك اوفرون قدو قداش، ولونتين شارك على الطريقه ديال سيات. الكوفر كيجي ب 510 لتر حنا غادي نشوفوه. اتيكا كتجي مكتوبه بالستيل الجديد ديال سيات. عندك لي فيغوش حتى هما كيجيو فول ليد، عندك هنا واحد ديزاين زوين ديال البلاستيك غير القابل للخدش، ولكن لي سوكتي فيك. عندك واحد الاضاءه ليد كتجي في الكوفر، ما عندكش بخيز 12 فولت، ولكن عندك واحد الخاصيه زوينه غير شوف معايا امين اللي هي هذه لي بونكي طاغيا غابطابل ديريكتومون، ما كيجيش ريغلابل سور دو نيفو، يعني اللي كتهز شي حاجه ثقيله ديما خصك تجرجرها مع هنا، ولكن طوموبيل كتبقى مناسبه بزاف لي بيكنيك بحال اليوم. ودابا نشوفوا الداخل ديال الطوموبيل. المساحات الخلفيه ديال الطوموبيل، الطوموبيل قلنا 510 لتر في الكوفر،
تي ساعه. شوفوا هنا بالنسبه للبوزيسيون اللي كان جالس فيها امين كيصور قدام، ها هو عندي مساحه ديال الركاب واسعه، كاين حتى مساحه الرجلين اللي كنفضلها بزاف هذه، حيت الطوموبيلات كاين اللي كيعطيك هنا مساحه ولكن مساحه الرجلين ما كتكون ما كافياش. عندك جيب هنا ديال التخزين، عندك جيب صغير هنايا، الجيوب ديال البيبان ما فيهمش داك الموكيت اللي كينقص التقرقيب، ولكن عندك وسائل الراحه وحدين اخرين بحال لاكودوار، عندك ها هو كيجي مزيان ما كيطيحش، عندك فيه لي بوز فيغ هنايا، لوميير ديال ليكتور كتجي ليد، وعندك واحد طوا بانوراميك. يا سلام. فوق هادشي تشوب ملي كتاخد الطوموبيل ماشي في اف اير يعني ما فيهاش الكوير، ولكن كتشوف واحد التوب واحد اللون زوين بزاف وواحد الكاليتي زوينه بزاف، كيجي كري في واحد هنايا خطوط الوسط واحد دو سترايبس هنايا، عندك دو بريز تيب سي، ما كايناش البريز 220 فولت وما كايناش بريز يو اس بي، خاص تكون عندك جوج حال ديال التهويه هنايا، وعندك لاكسي الكوفر. ودابا نشوفوا بلاصه الباساجي افون يعني اللي جالس المقعد الامامي، كما قلت لكم ها هي باقي عندي اتساع هنايا يعني بنفس الوضعيه اللي كما شفتوني في اللور، تقريبا عندك نفس داكشي اللي كاين اللور. دونك ما غاديش نعاودو نفس الحاجه، نزيدو ندويو على التوب. كيجي قدام اللور واحد التوب زوين هنا، كيجي في البيبان، كيجي في لاكارنيتور ديالهم، كيجي عندك هنا واحد لي دومبيونس رائع بزاف الالوان، حنا غادي نوريكم في كيفاش كيبان. عندك هنا بواطاغون طريقه زوينه ولكن ما فيهاش الموكيت، واكودوار كوليسونت ها هي كتجي هنا وكتخبي لك لي بوز فيغ ريغلابل سيغ 5 نيفو، ولكن مع الاسف البار سولي ما كتجيش فيها هنايا لوميير باش تشوف راسك في ميوار كورتوازي. مشاهدينا حلقتنا ديال سات اتيكا سالات، نتمنى تكون عجبتكم ونتمنى تكونوا استفدتوا منها بزاف. تلقاو في حلقه جديده مع طوموبيل جديده، ومن هنا لتم كنقول لكم تهلاو في راسكم.